السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنا سعيد بلقائكم من جديد في هذا الموعد المبارك معكم، موعد يتجدد بانتظام لأنني أحبكم في الله وأعلم أنكم أيضا تحبونني. نحن عائلة جميلة تكبر يوما بعد يوم، فأريد من هذا المنبر أن أجدد شكري وامتناني لكم على وفائكم وعلى دعمكم لهذه القناة، قناتكم. فيديو اليوم غير مسبوق، حصري وخطير كالعادة. فيديو سوف نتغلغل فيه في دلاهيز عقل النرجسي، سوف نعرف تماما كيف يفكر. ابتداء من هذا الفيديو سوف تضعين نفسك مكان النرجسي تماما، سوف تقرأين عقله. نعم، سوف أعطيك حصريا خمس أفكار، خمس أشياء، خمس أسرار يفكر فيها النرجسي قبل أن تكتشفيه، أي كيف يشتغل عقله المريض قبل أن يسقط القناع. خمس أشياء عن النرجسي سوف تكتشفينها لأول مرة. فيديو لا يريدك النرجسي أن تكتشفيه، وحذاري لأن هذا الفيديو هو قنبلة من العيار الثقيل. فيديو من خلاله تستطيعين أن تقي نفسك من النرجسي، أي أنه فيديو توعوي، فيديو وقائي لكي لا تقعي في براثين هذا العدو، هذا الشيطان. وهذا الفيديو من الضروري أن يشارك على أكبر نطاق لكي ينقذ أرواحا. صدقوني هذه المعلومات سوف تنقذ أرواحا. قبل البدء كالعادة لايك ليصل هذا الفيديو لأكبر عدد، وبطبيعة الحال الاشتراك وتفعيل الجرس، فمرحبا بكم. قبل أن أبدأ هذا الفيديو أريد أن أحذر وأنوه إلى أن العديد الآن يتحدث عن النرجسية كانحراف، لذا فحذاري، فليس كل زوج مثلا ينسى أو يتجاهل أن يهنئك بعيد ميلادك فهو نرجسي. إذن حذاري من توزيع الصفات هكذا دون أي مرجعية علمية، وهذا ما بدأت ألاحظه مؤخرا. العديد يتحدث عن النرجسية كاضطراب للشخصية، ولكن بدون وازع أخلاقي، بدون وازع ديني، وبدون وازع علمي. النتيجة المأساوية هنا هي أن العديد من الأسر تتشتت، والعديد من الأطفال يتشردون فقط لأن الزوجة أو الزوج شك بأن شريكه أو شريكته هي نرجسي أو نرجسية. هنا أغلق هذا القوس فحذاري. نحن هنا نتحدث عن النرجسي المنحرف، عن الكائن الشيطاني الذي هدفه الوحيد هو أن يقتات على طاقة ضحيته وأن يحطمها لكي يعيش. لا يستطيع أن يعيش بهناء، بسعادة، وهو يرى شريكته أيضا سعيدة. عن هذا الكائن الخطير نتحدث. آه لو تعلمين ما هي الأفكار التي يخفيها عنك النرجسي، كيف يفكر، ما الذي يدور في ذهنه المريض قبل أن تكتشفيه، قبل أن يسقط قناعه. سوف تصدمين. أول فكرة يخفيها عنك النرجسي قبل أن يسقط قناعه هي: لن تكوني سعيدة أبدا معي. هنا قد توجهين سؤالا لهذا المريض: إذا لم يكن هدفك أن تجعلني سعيدة فلماذا تزوجتني؟ لماذا أنجبت معي أطفالا؟ لماذا حتى حاولت أن تغريني، حاولت أن تجذبني إليك في مرحلة قصف الحب؟ لماذا لم تتركني وشأني؟ هنا يجب أن تعلمي أختي العزيزة أن كل هذا هو جزء لا يتجزأ من خطة، من مخطط يضعه النرجسي منذ البداية، أي منذ أن تعرف عليك، لأنه درسك قبل ذلك، يعرف نقاط ضعفك، يعرف نقاط قوتك، وسوف يهاجم هذه النقاط لكي يزعزعها، ومع الوقت سوف تتعلقين به، سوف تحبينه، سوف تتزوجينه، سوف تلدين أطفالا. وقد تمر كل هذه المدة وأنت لم تكتشفيه بعد، وهو لا زال يلعب دور
الإنسان الطيب الزوج الصالح إلى أن يتمكن منك، أي إلى أن يكون متأكدا تماما أنك خاتم في أصبعه، أنك لا تستطيعين أن تستغني عنه، أنك أصبحت مدمنة عليه. هنا سوف يسقط قناعه وسوف يظهر في صورة الشيطان، أي أن حفلته ستبدأ، حفلة التدمير، حفلة جعلك إنسانة تعيسة، بل أتعس إنسانة على وجه الأرض، أن تتمني الموت. ثاني شيء يفكر فيه النرجسي قبل أن تكتشفيه هو سوف أخونك في أول فرصة تتاح. النرجسي دائما هو في حالة الصيد، ولو كنت أجمل إنسانة على وجه الأرض صدقيني، ولو كنت تتمتعين بأروع عينين بأجمل جسد، ولو كنت زوجة مثالية، هذا لا يهم صدقيني. النرجسي دائما يريد أن يخون، قد يخونك جسديا بطبيعة الحال أو فقط ذهنيا وبصريا، قد يكون في علاقة حميمية معك وهو يفكر في إنسانة أخرى، بل حذار من هذا السر الذي سوف أكشف عنه الآن، قد يناديك خطأ باسم إنسانة أخرى، وصدقيني هذه الإنسانة هناك احتمال كبير أن يكون في حالة خيانة معها، لأن كلماته تخونه. النرجسي هو خائن بامتياز، هو يستمتع بالخيانة لأنه يبرهن لنفسه أنه لا زال مطلوبا في السوق بين قوسين، سلعة مرغوب فيها، وأيضا هو يستعمله كسلاح لكي يدمرك، لكي يحطمك، لكي يقضي على كرامتك. قد يخونك مع عاهرة، قد يخونك مع إنسانة بالنسبة لك هي إنسانة قبيحة، إنسانة سوف تصدمين عندما تشاهدينها، ستقولين مع نفسك يا إلهي كيف يخونني مع هذه الإنسانة. هنا أريد أن أقول لك أن كل هذا هو عبارة عن ملاذ له لكي يهرب من ضعفه، من عجزه، لأنه يحس أنه لا يستحقك، أنك أكبر منه، لذلك فهو يحاول دائما أن يبحث عن إنسانة يسيطر عليها. وهنا بطبيعة الحال سوف يلجأ إلى نساء بين قوسين أقل مستوى منك، وبطبيعة الحال نفس الشيء ينطبق على المرأة النرجسية. أنا دائما أذكر أنه إذا كنت رجلا تشاهدني فما عليك سوى قلب الأدوار، نفس الشيء ينطبق على المرأة النرجسية الخبيثة. ثالث فكرة للنرجسي قبل أن يسقط قناعه هي مهما قلت أنت مخطئة. أنت سوف تتساءلين ولماذا في بداية العلاقة هو كان يقلدني، كان يفعل ما أفعل، كان يقول ما أقوله، كان يحاول أن يتشبه بي وكأنني مثله وكأنني قدوة له. نعم النرجسي فارغ من الداخل، هو دائما يستمد شخصيته من الآخرين، هو يحسدك لذلك فهو ينقل منك، أي أنه يتقمص شخصيتك، ولكنه في الحقيقة كان يفعل ذلك وهو يستهزئ بك في قرارة نفسه، يقول مع نفسه أيتها الغبية سوف أريك من هو النرجسي. فبالفعل مع استمرار العلاقة في الزمن يبدأ القناع في السقوط، وهنا فجأة سوف يبدأ في ملاحظات سلبية عنك لم يكن يقولها قبل ذلك، بل وقد يتطور الأمر إلى استهزاء مباشر بأفكارك، بمبادئك، بأقوالك، وهنا سوف تحاسبين نفسك على كل كلمة تقولينها، لن تجرؤي على الكلام أمامه مخافة أن يستهزئ بك، أن يعارضك. الحقيقة الوحيدة هي حقيقته، وإذا تجرأت وحاولت أن تثبت عكس ذلك فهنا أنت ستكونين في فوهة المدفع، لأنك سمحت لنفسك بأن تعارضي الإنسان العظيم، الإنسان الذي لا يخطئ، الذي هو
النرجسي. وهنا سوف ترين الانتقام، سوف ترين العدوانية، سوف ترين العنف في أبشع صورة. رابع فكرة في ذهن النرجسي قبل أن تكشفيه هي: سوف أستغلك أبشع استغلال. النرجسي سوف يحاول بكل قوة، لأنه يعرف أن النهاية هي محتومة معك، أنك سوف تنفصلين عنه عاجلا أو آجلا، أو أنه سوف يلقيك، فهو سوف يستغلك من جميع النواحي، عاطفيا، جنسيا، وأيضا ماديا. نعم، بالنسبة للنرجسي فأملاكه هي أملاكه بطبيعة الحال، وأملاكك ومالك هو ماله وأملاكه. كل ما لديك هو له، لأنك شيء يخصه، لأنك أنت ملكه. إذن سوف يستغلك ماديا بجميع الطرق، بجميع أنواع التلاعب. قد يدخلك في متاهات مثلا كقروض أو كعقود لكي يستغلك، وهنا سوف تلاحظين أن جميع هذه العقود أو القروض هي تصب دائما في مصلحته، هو لا يتحمل أبدا أي مسؤولية، بل هو فقط يستفيد من الأرباح، بينما المشاكل والخسائر أنت من تتحملينها. ثقي بي، نهايتك مع النرجسي ستكون عبارة عن إفلاس، عن إفلاس عاطفي، عن إفلاس روحي، عن إفلاس نفسي، وأيضا عن إفلاس مادي. خامس وآخر فكرة للنرجسي يخفيها عنك قبل سقوط قناعه هي: أنا فارغ، أنا حقير، أنا فاشل. النرجسي يستطيع بذلك المظهر الزائف الذي يلبسه دائما أمام المجتمع، أمام الآخرين، يستطيع أن يخدع الجميع باستثناء شخص واحد فقط، هو نفسه. النرجسي يعرف جيدا قمة الحقارة التي تستوطنه، يعرف أنه لا يتعاطف، يعرف أنه عاجز عن التطور، يعرف أنه يحسدك، يعرف أنه لا يستطيع أن يحب، يعرف أنه فقط يشعر بالحسد، بالغيرة، بالحقد وبالكره، يعرف أنه عالة على المجتمع. هذا يعرفه النرجسي، يعرف أنه بارد من الداخل. وبما أنه واعي جدا بعيوبه، واعي جدا بصفاته الشيطانية، فهو دائما يلقيها عليك، يسقطها عليك. عندما يخون فيتهمك أنت بالخيانة، عندما يكذب فيتهمك أنت بالكذب. أختي العزيزة، هذا الإنسان، هذا الكائن الغريب الأطوار، هو كائن مضر، هو عبارة عن حشرة، هو فقط يعيش لكي يقتات كالبرغوث، يعيش على الآخرين، هدفه هو تحطيم الآخرين. قد يكون من الصعب جدا أن تتصوري كيف يمكن لشخص أن يؤذي شخص آخر بدون سبب، فقط هكذا. نعم، النرجسي يحطم حياة أشخاص آخرين بدون سبب. لا، عفوا، هناك سبب. السبب هو إشباع تموينه النرجسي. أختي الغالية، تعلمين كم أحبك في الله، لذلك وضعت بين يديك هذه الأسرار الخمس، هذه الأفكار الشيطانية الجنونية التي يفكر فيها كل نرجسي، حتى تتمكني من أن تضع نفسك مكانه وتعرفي كيف يفكر هذا الشيطان. الحل الأول والأخير هو الابتعاد وقطع الاتصال واستعادة حياتك. إذا أعجبك هذا الفيديو، المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة. بطبيعة الحال أنتظر على أحر من الجمر تعليقك، آراءك وتجاربك أسفل الفيديو. في الوصف سأترك لكم روابط لفيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، وروابط صفحاتي الاجتماعية. موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة كونوا سعداء.